أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تشوفوها أسفل الشاشة. ذني أرقام الهواتف اللي تقدرون تتصلون بها بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم حتى تعطونا آراءكم بالمواضيع اللي احنا نطرحها عليكم، وهي أصلا أنتم موثقيها، أنتم ناشريها على هاي المواقع، وإحنا حبينا نتداولها لكم حتى نسمع آراءكم حولها. وفي حال عندكم موضوع آخر تريدون تحجون به، أيضا لكم الساحة تحجون بأي موضوع يعجبكم. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان مع الأسف، تقدرون تتواصلون ويانا عبر الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب، عبر برنامج الواتساب المخصص لحلقة هذا اليوم لقراءة رسائلكم المتبوعة. أتمنى تكون المكتوبة أتمنى تكون متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف انتخابات مجالس المحافظات. الجديد اليوم بها هو الصراع بين التيار الصدري وبين قوى الإطار التنسيقي، والقوات الأمنية متخذة موقف المتفرج داخل مسرحية أو سينما حتى تتفرج على اللي دي يصير. عشرات من أنصار التيار الصدري فجر الأربعاء اقتحموا مقر تيار الحكمة أو مقار تيار الحكمة، أزالوا ومزقوا صور مرشحي هذا التيار ببعض مناطق العاصمة الحبيبة بغداد. أظهر مقطع مصور قيام أشخاص تابعين للتيار الصدري بأعمال تخريب طالت مقار تابعة للتيار شرق العاصمة بغداد. هذا كله احتجاجا على شنو؟ هذا الشيء صار احتجاجا على منشور متداول النسب هذا المنشور إلى عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة بليغ أبو قلل. هاجم به التيار الصدري بسبب مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، الأمر اللي طلع أبو قلل ونفاه فيما بعد. بدورة أكد مصدر أمني مسؤول أنه مجاميع تحمل صور مقتدى الصدر أقدمت أو مزقت صور عدد من المرشحين وأحرقت صور آخرين وأغلقت أحد المقار التابعة لتيار الحكمة فجر اليوم. هاي العمليات صارت كلها ضمن مناطق جميلة والطالبية والشعب في عاصمتنا الحبيبة بغداد. فاللي يريد يشوف الفيديو، هذا هو الفيديو. وزارة الداخلية حذرت في وقت سابق أنه أي شخص يمزق صورة أي مرشح لأحد الأحزاب أو الكتل أو مستقل لانتخابات مجالس المحافظات راح تعتقله، وراح تعتمد هذا الأمر منافي إلى الواقع وإرهابي و و و و و وغيرها من الأمور. هذا في حال مواطن مثل ما يسموه العراقيين ابن الخايبة، مواطن ما عنده ظهر، مواطن ما عنده سند. لكن السؤال اللي ينطرح، بما أنه جماعة مقتدى الصدر اليوم الطابين على جماعة الإطار، فهذا الموقف راح يتخذ بحقهم لو لا؟ بما أنه اللي طابين اللي حارقين مقار ومشكشقين صور وسادين مقار إلى تيار الحكمة تابعين إلى مقتدى، راح القوات الأمنية تقدر تتعامل وياهم أو القضاء يقدر يتعامل وياهم أو النزاهة أو مفوضيات الانتخابات أو البرلمان أو رئاسة الوزراء لأنه تابعين إلى هاي الجهة؟ إذا صار يم الإطار ردة فعل معاكسة إلى اللي صار اليوم من أتباع التيار، فشنو راح يكون موقف الحكومة؟ لكن السؤال اللي ينطرح، لو هذا اللي صار مجاميع عراقية مستقلة كمتظاهرين أو ناشطين هم اللي طبوا على مقار الحكمة، برأيكم شنو راح يكون الموقف اتجاه ذولا المواطنين لو كانوا ذولا مواطنين ما يتبعون جهة؟ الموقف اللي صار في كل انتخابات في كل تظاهرات في كل احتجاجات تصير بالعراق، القوات الأمنية لها بصمة. طلبة الدراسات العليا انضربوا وانكتلوا
مي حار وغيرها وإهانات وضرب بالعصر وتفريق. أساتذة ومحاضرين ضرب وإهانات وما حار وما أعرف شنو، حتى النساء منهم تم الاعتداء عليهم. محامين كسبة، محاضرين مجانيين، أصحاب الدخل المحدود. هاي البصمة الأمنية إلى كل تظاهرة احنا نشوفها ودائما نحكي عليها، لكن بما أنه ذولا يتبعون التيار الصدري، فالقوات الأمنية اليوم في العاصمة الحبيبة بغداد كأنما داخل مسرح، دا تتفرج على مسرحية وكل واحد قاعد بكرسية ما إلى علاقة بالموضوع، أو كأنما داخلين سينما دا يتفرجون على فيلم تلفزيوني سينمائي، وهم قاعدين خلف الشاشة دا يتفرجون فقط من أجل المتعة. القوات الأمنية اليوم موقف المتفرج وراء ما انتشرت هاي العمليات، وأيضا انتشرت عشرات السيارات المضللة، واللي أيضا من الممكن ما بها أرقام، وبها العشرات من العناصر أقدموا على تمزيق صور المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، اللي وزير الداخلية يقول ممنوع واحد يشك صورة مرشح. هذا اللي يعكس لكم الصراع السياسي الحاصل بين التيار الصدري وقوى الإطار التابع أو الموالي. خلونا نشوف. هذا المقطع اللي راح يزعل من عنده هادي العامري، اللي انت حالف نبني هدوب القاع. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من فيسبوك، طائر الجنوب علق: من يريد الاصلاح والاعمار عليه ان يقاطع الانتخابات ويقاطع الاحزاب الفاسده التي نهبت ثروات البلاد والعباد، فمقاطعه الانتخابات صار واجب وطني وديني. تعليق آخر من وسام العراقي: مهزلة العراق فلا تنتهي، الدولة الوحيدة بالعالم اللي بيها هيج ميليشيات. وحسين علي: مقاطعون لانتخاباتكم مهما كانت مسمياتهم، كلهم فاشلون فاسدون. وعبد الحسين البدري: حكمت 20 سنة، شنو قدمت إلى الشعب العراقي؟ رافض حكم الأحزاب والسراق والمرتزقة والذيول والخوانة. أنا بس عندي سؤال إلى طائر الجنوب، تعليق يقول: من يريد الإصلاح والإعمار عليه أن يقاطع الانتخابات ويقاطع الأحزاب الفاسدة. يعني هسه نفتهم أنه جماعة التيار الصدري هم يردون الإصلاح والإعمار فعلا؟ طيب يردون الإصلاح والإعمار، تقدر تقول لي أخويا طائر الجنوب وزارة الصحة العراقية اللي هي تابعة إلى التيار، شنو اللي قدمتها للمواطنين من إصلاح من أجل المحافظة على أرواح الناس؟ وفرت علاج، وفرت مستشفيات، وفرت أجهزة طبية، كل شيء وفرت. العلامة الدالة الوحيدة اللي على وزارة الصحة هي تكرمون استيراد أحذية طبية، عفوا بالعراقي نعل طبية، $5 مليون. وأكو مرة فيديو طلع أنه أكو بوزارة الصحة برج مال حمام بالطابق الخامس أو السادس إلى أحد الموظفين. فتتوقع الإصلاح من شخص كان من ضمن العملية السياسية وعند وزراء ووزارات وأكو برلمانيين بمجلس النواب إليه، شنو الإصلاح اللي راح يقدمه بمقاطعته للانتخابات؟ هذا السؤال اللي أتمنى تجاوبني عليه. أخ طائر الجنوب، أبو علي من بغداد، حياك الله. الله يسعدك حبيبي أستاذ غفل. ويسعدك يا غالي أستاذ. ذولا تتوقع منهم ذولا الجماعة اللي هذا ذولا المدللين مثل ما تفضلت؟ لو غير ناس كان جت أمة انقلبت عليهم الدنيا طبعا القوات الأمنية، لأن يعني ذولا مدللين ذولا جماعة مقتدى ذولا هم هو يا دمر العراق هذا جماعة مقتدى، الله وكيلك، هم فاسدين، هم دمروا البلد، هم بالوزارات، هاي وزارة مثل ما تفضلت وزارة الصحة، سوى وزارة الصحة، أنت أتعس وزارة هي وزارة الصحة بسببهم هم، صار اللي شرفاء هسه هم دمروا البلد، وهسه طالعين اللي مسوين وشنا هاي قوات، هاي واحد مثل ما تفضلت لونا فقره مو جوهم فيهم سيارات، هاي مال ميليشياتهم وميليشيات مستنده صدر ذولا، الله وكيلك، ناس مستهترين بيشوف شو يسوون بالعالم يا استاذ غبن. دمروا العراق، دمر ذولا والله العظيم،
يعني دولة يعني هذا كل عقلهم يعني وين مثل ما تفضلت وين الأجهزة الأمنية وين وزير الداخلية يعني دولة ناس على احتياجك عاديين كان وكلهم واحد واحد لزموهم لأن دولة جماعة أبو فلان وعلان شوية استحوا دمرت العراق دمرت البشرية دمرت العراق والله العظيم ما دمر العراق إلا جماعة مهتدى يعني أنت الجيش المهدي يعني سويت ونسيت وكتبت العراقيين هجرت الناس كتبت العالم كاسي حتى يعني دمرنا دمرونا ما نريد نعيش أستاذ رفل وأنا أشكرك أستاذ رفل شكرا لك أبو علي. أما الاتصال الثاني أيضا من أبو علي بس من لندن حياك الله يا أبو علي. الله يحييك السلام عليكم. ماكو إصلاح أخي ماكو إصلاح لا تيار الصدري ولا حزب الدعوة ولا مجلس الأعداء دول كلهم جايين للبوق والنهب أخي نعم. يا شعب العراقي يا شريف يا حر قاطعوا هذه الانتخابات عمي أنت ما جربتهم 20 سنة من بوق ونهب وفشل ودمار وعمالة وخيانة إذا هم تريدون تنتخبوهم خافوا الله حتى لو يرشوكم بفلوسكم هاي جاي طوحكم إياها وإذا حرجوكم أخذوا الفلوس ما أقولكم لا أخذوا الفلوس بس لا تنتخبوهم هاي فلوسكم حتى لو حلفوكم بالقرآن هم ما يعرفون ما يعرفون القرآن بالله هم ما يعرفون الله حتى أهل البيت ما يعرفون قاطعوا الانتخابات يا شرفاء العراق يا أحرار العراق كلهم لصوص استاذ أفل كلهم لصوص حرامية عملاء خونة تيار الصدري مجلس الأعلى حتى الأحزاب السنية والأحزاب الكردية والشيعية كلهم بدون أي استثناء هاي العملية العهر والدعارة بما يسمى العملية السياسية من 2003 لحد هذا اليوم هو عملية بوق ونهب وخيانة وعمالة ودمار العراق ودمار الشعب العراقي فمن يشارك بالانتخابات والله باكر الله يحاسبه يوم القيامة انت تدخل لي بالانتخابات وتقول لي أنا مستقل أولا انت كذاب ثانيا إذا انت مستقل ما راح تسوي شيء ويا هاي الحيتان ويا هاي العصابات ويا هاي الميليشيات على الركاب السوى كل ما أنا لك طب بهذا بتكتك طلع بجكسارة هي هذا السوى على الركاب وغير على الركاب قاطع الانتخابات يا شرفاء العراق يا أحرار العراق باكر تتحاسبون أمام الله إذا رحت تنتخبون نفس الوجوه العفنة ونفس الوجوه القذرة حياك الله تخبر. حياك الله أبو علي أبو علي أيضا بس من الديوانية هالمرة حياك الله يا أبو علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله المصلحين بالعراق الكهرباء والصحة وين صببين الوكيل حول المليارات بجوبكم يا تيار الصدري لا التيار ولا الإطار يهمنا بعد نعم إطار والتيار ما يمثل أهل الجنوب بعد نعم من سرقة وعمالنا ومن غشونا ومن سلطوا علينا من لا يرحمنا هذول ما شرف تقول دولة من عندنا بعد الله نا. وكيلك هذا بالنسبة لي لا الشرف بالتيار ولا الشرف بالإطار نعم الله وكيلك دولة الباص صدام السين دولة بعطيه قحط هاي الدوائر كلها بعطيها علمنا بالديوانية كلها جابوها حطها بعزامهم وتممها وما سائلة صدام نعم انقطع الاتصال ويا أبو علي شكرا جزيلا لك اشتكوا تعرفون انتو من 2003 لحد هذا اليوم نسبة الفقر بالعراق في الزياد والبطالة أيضا في الزياد فالناس بيش لجأت إلى غير أمور حتى تشتغل من ضمنها الدراجات والستوتات اللي بدون تسجيل فاشتكوا أصحاب الدراجات والستوتات بعدد من المحافظات خصوصا النجف من إجراءات تسجيل الدراجات النارية بدائرة المرور أيضا اشتكوا من ارتفاع أجور التسجيل إضافة إلى عدم تنظيم المراجعين إضافة إلى كثرة الرسوم المستحصلة من المراجعين علما أنه أغلب أصحاب الدراجات هم من الكسبة اللي يعملون على هاي الدراجات من أجل كسب لقمة عيشهم المواطنين طالبوا أيضا بتمديد أيام التسجيل تقليل سعر الرسوم المستحصلة منهم حتى يساعدون أصحاب الدراجات من التمكن من تسجيل دراجاتهم لأنه صاحب الدراجة هذا لا هو مليونير ولا هو موظف يقدر يأخذ قرض
هو ده يشتغل على هاي الدراجة حتى يقدر يعيش. خلونا نسمع. هاي يرضى بيها وزير الداخلية، يرضى بيها مدير المرور العام. ليش يعني جاي يستغلوكم؟ جاي يستغلنا. يوم 10000 إلى 400 من يطلع 400. تمام. هاي أسامي. ين تجيبه رصيد؟ 90000 سير، دوم عند 400 من. هاي ملكي 90000. يعني حصل 10 15. شو توجه نداء للسيد وزير الداخلية يراعيكم؟ دهين مصرف لعيالي. 400 من يجيب تخفيضات يعني سامحونا بالمبلغ 400 قاعد اظلم 400 احنا كسر ما 50 وكيل 400 المده مالتها والحروب خلوها يعني مال يوم الاحد انا يوم السلم. ملاحظه جيده انه خلي يصير التسجيل على الحروف الابجديه. جيد تفضل. الشغله الثانيه يقول لك اذا انت مشتريه صار لك مثل شقد من 6 سنوات. نعم. كل سنه ياخذون عليها 25000 دينار. نعم. زين لو لا زين هي كلمة تسوى لها 400000 دينار. نعم. زين توصل للتسجيل كلي تصير تقريب بال400 الا. تمام. زين هي شو تسوى؟ شنو اللي يطلبه؟ احنا الكسبه خلي يراعونا ماكو شوية تنزيل تخفيض. يعني هذه القضية تسجيل الدراجات حكينا بها أكثر من مرة والناس طلعت يمنا ببرنامج صوتكم وحكوا بها أكثر من مرة أنه رسوم التسجيل لما أنت تخلي رسوم تسجيل على مركبة يضاهي أو يوازي فلوس المركبة هو أصلا ما عنده. هو لو عنده المليون لو عنده مليون شوية ما ياخذ ستوتة، ياخذ له سيارة ويشتغل بها تاكسي فرضا. لكن انت المشكله لما يشتري لك سياره أو يشتري لك دراجه او ستوته او توك توك فلنفرض سعره 600 او 400 والرسوم 400، هو ايش قد شغله؟ طلع واحد يقول لك انا ما بجيبي غير 290، زين اروح الدايم 110 صارت 400، جهالي بالبيت شاكلون، فواتير البيت شلون ادفعها؟ مدارس ورسوم وواحد بيهم لا سمح الله تمرض، هذا شلون يقدر يوفر هاي الحياه؟ هاي لازم يفكرون بها. بعدين انتم تاخرتوا بالتسجيل، انتم كدوله صار لكم 10 سنوات واكثر ماكو تسجيل، تجي هسه لما سويت تسجيل بال 2023 تقول لي على كل سنه انت مشتري بها سياره تدفع لي رسوم او غرامه؟ ليش؟ المفروض انت تطي، انت تقول لي انا متاخر بحقك، هذا حقك، لانه التسجيل مو بس يضمن حق الحكومه انه تعرف هاي الدراجه منو صاحبها، التسجيل يضمن حق المواطن في حال إذا انسرقت الدراجة مثلا أو صار حادث ما الحكومة تعرف هاي الدراجة المن، والمواطن يقدر يحصل حقه، فالحق مشترك هنا مو بس لكم. نبقى بالنجف، مواطن يرصد بكاميرا الهاتف الجوال للزحام الطويل والسرعة على دائرة المرور حتى يسجلون لتسجيل دراجاتهم، هذا شو وقت ورا ما اقترب موعد انتهاء مهلة التسجيل، يعني ورا هذا الشيء اكو اشكالية جديدة من اقتراب الموعد. وطالب الاخ اللي يصور انه على اقل تقدير يفتحون اكثر من فرع حتى يخلون التسجيل اسهل، ويكون التسجيل مثل ما قال بالفيديو قبله حسب الحروف الابجدية حتى يكون التسجيل بسلاسة اكثر، حتى يكون بانتظام اكثر، حتى الامور تمشي مو فرع واحد بس والدنيا كلها عليه. تعال نشوف. حسيك على أقل تقدير خلوا أماكن لانتظار المراجعين، على أقل تقدير خلوا يعني إحنا فصل الشتاء، دول الناس إذا مطرت الدنيا في بلد مثل العراق ما المطر ما يتصرف، لا الدنيا تفيض، دول وين ينطيون وجههم؟ شو يصير بيهم؟ عندنا شكوى لمواطن آخر بس مو بالنجف، المواطن هنا من محافظة كربلة، هنا المواطن شو اشتكي؟ يقول لك استمارة التقديم لتسجيل الدراجات محتكرة من قبل كشك صغير واحد، الفايل مال استمارة دا ينباع بهذا الكشك ب6000 دينار، رغم انه رسوم الاستمارة هاي مكتوبة على الفايل 500 دينار، يعني ابو الكشك هنا شقد يبوق؟ 5500 دينار.
تعال نشوف. مديرية المرور مال كربلاء يان صيف جاسم الخطابي، قرش مكتوب سعر الفايل 500 دينار. تدري الحيتان وين واقفة؟ واقفين براس الشارع هنا، ما حد يستنسخ وما حد يبيع فايل غير ذاك الكشك اللي هو عبر المرور مال رزازة. تدري بيش يبيع الفايل والاستنساخ؟ للمعاملة الوحدة ب6000 دينار. خوش المعاملة الوحدة 6000 دينار. أنا اليوم متمكن، أنا عندي معاملتين، إحنا غلطانين، إحنا متأخرين عن تسجيل الدراجات، لكن هاي العالم الفقرة منين نجي؟ خوش مناشد إليك يا صيف جاسم الخطابي ومدير مرور كربلاء المقدسة، 6000 على المعاملة الوحدة. هاي شوف، هاي بس فايل، هذا الأخضر فايل ويستنسخ جنسيتك وبطاقة السكن ب6000 دينار. يعني حتى حرامية الحكومة أو بعض حراميين بالحكومة يطلع نفسه أنه كل شيء ما يفتهم بأصول السرقة، علما أنه أكو حيتان بالعراق من متنفذين وغيرهم ومسؤولين وغيرهم، لا يروح صاحب الكشك يتعلم من عندهم بعض الأساليب، يعني على الأقل شيء لاي حتى تضيعها، مو كاتب له سعر الفايل 500 دينار وتأخذ منه 6000 دينار. هاي همينة تنحسب ويا الرسوم اللي يدفعها 400 و450 ألف دينار. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا يعني من أبو علي الخويلدي على فيسبوك، الوكيل حاط مندوب بس يبصم ياخذ 50 ألف. والله الاستغلال بالعراق موجود بكل مكان. سعيد مجيد جوية يقول ترى بغداد نفس حالة مديرية الجنسية العامة، كاتبين ب500 تشتريها من برا ب5000. للعلم أي دائرة ما تبيع بالسعر الرسمي كلها يم مكاتب الخارجية. الأبرار ما يقبلون يطلعون سنوية التيك توك، صار 8 أشهر عد مرور كربلة. وفاضل منصور يقول كلها حيتان لا حياة لمن تنادي. فهذا تعليق الناس على قضية معاناة أصحاب الدراجات والتكاتك مع دوائر المرور من أجل التسجيل لدراجاتهم وحفظ حق الطرفين، الحكومة من جهة وأصحاب هاي الدراجات من جهة أخرى. أبو حيدر من ديالى، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي العزيز، نعم. بالنسبة أنت جبت على المرور، أنت روح شوف مرور الكاظمية. مرور الكاظمية هناك مثل الطب، إذا مو تساوموك عرقهم ما يسجلك إياه. نعم. يعني عندي رقم ما سيارة تصالنا من قبل رمضان لحد هسه، وكل ما راجع عليهم شهر الاخ شهر الاخ اطلع برا يساوموني ب 200 ألف، وما يكلموك الرقم اللي ياخذون من عندك فلوس، وبالاخص اللي عنده سياره حديثه وغاليه. ايش قد تحتاج العمليه بكلها هذه برايك ابو حيدر؟ يعني ايش تحتاج عمليه؟ اذا مو بفلوس مثل اذا تنط فلوس، لا خلينا نحكي بشكل طبيعي. لو كان دائره مرور الكاظميه دائره نزيهه ما بها رشاوي، العالم تشتغل وانت تطب كمواطن حالك على اي دوله بالعالم، تكمل معاملتك وتطلع، ايش قد تحتاج برايك؟ بالشمال تحتاج ساعتين ثلاثه، بينما هنا بمرور الكاظميه من قبل رمضان لهذا يومك انا ما مسجل الارقام، ما مسجل، انا مجرد ارقام ورقيه على السياره، المرور يحاسبك وهناك ما يسلمك الا بفلوس. طيب لما يحاسبك المرور، لما انت يجي شرطي مرور ويوقفك، انت حاط رقم ورقي كاتبه بالايد، يقول لك رقم السياره وين، انت تقول له انا مقدم وما محصله، شنو الاجراء اللي يتخذه بحقك؟ ياخذ غرامات، يقول لك غرامات، يقول لك مشكلتك. طيب يعني ما لا هذا يعذرك ولا هذا يعذرك. من رمضان الماضي الى يومنا هذا، ورمضان ما باقي له كم شهر، رحم الله والديك، كم شهر ويدق الابواب، يعني تقريبا انت صار لك ما يقارب السنه، ايش قد دفعت برايك مبالغ غرامات الى شرطه مرور بالشوارع؟ دفعت 150 ألف. والمعامله ايش قد يردون منك؟ 200 ألف. يردون من عندي 200 ألف، بس انا صريت عليهم ما انطيهم، قاعدين يساوموك، يعني اكو هناك كشوك مخليه قهوه وحاط النرجيله مالته ويساومك، انطيني ال 200 ألف يلا طلع لك الارقام. نعم. وش ما اسري يفترون داخل الدائره وعصابه برا واقفه يساوموك، يعني مساومه معينك عينك. نعم. نعم.
شكرا شكرا لك ابو حيدر. يعني يقول لك ابو حيدر انا رحت دائره مرور الكاظميه بالعاصمه الحبيبه بغداد حتى اسجل سيارتي وبس الرقم مو رسوم التسجيل ما اعرف، يقول لك بس الرقم اطبعه حتى ادقه على السياره واشده على السياره، طلبوا من عندي 200 الف بس لطبع الرقم. وراها يقول لك انا من ذاك اليوم لهاليوم رقم ورقي انا كاتبه وحلازق على الدعاميه والشرطه المرور يوقفوني ويغرموني، وصار لحد الان دافع 150 الف. السؤال اللي انطرح الى دائره مرور الكاظميه، شنو تنتظرون؟ تنتظرون صاحب هاي السياره يكمل ال 50 الف مال 200 الف يلا تسلموا الرقم؟ اذا الطريقه بهذه الحاله فيا جماعه الخير فضوها وقولوا يابا رسوم تسجيل او طبع الرقم لاي سياره 200 الف دينار يدفعها المواطن من البدايه ويفضها بدال ما تصير هيك. ابو كرار من بغداد حياك الله. تحياتي لك استاذ العزيز. حياك الله. تحياتي الى القناه المحترمه المحترمين. يسلمك استاذ العزيز. والله العلي العظيم، والله العلي العظيم، والله العلي العظيم. نعم صادق. ماكو دائرة ما بيها معقب بوك. نعم. وماكو دائرة ما بيها غبن، وماكو دائرة إذا ما عندك واسطة ما يلا يلا يسوي لك شغلتك. نعم. أنا ذاك اليوم بأحد الدوائر. نعم. مخلي لي صور مال فلان وفلان طول الحائط. نعم. قسما بالله العلي العظيم، قسما بالله، قسما بالله. نعم. استنساخ جنسية وبطاقة سكن فايل ب5000 دينار. نعم. هن برا ب1000 دينار، الوحدة بربع ب1000 دينار. أخذ من عندي 5000 دينار. نعم. وكل انسان ينتخب هاي الحكومه ويوصل ويخلي ايده ويخلي حبر بايده عساها بعافيته وضميره وشرفه. اني اسالك انت سؤال عندي لك انت شخصيا. نعم. انت تملك سياره اجره. نعم. اني اريد اشتغل بها سايق. نعم. عندك اشتغل سايق. نعم. اسبوع واحد ما اعطيك واردها، تعطيني اياها ثاني اسبوع؟ لا بالتاكيد. ما تعطيني اياها؟ ليش ما تعطيني اياها؟ حقي ما واصلني. حقي ما واصلني، احنا صار لنا 20 سنة حقنا ما واصلنا. زين انت ايش منتظرين من هذا من ذولا؟ يعني انت ترحون تهوسولهم وتقفولهم وتصيحولهم. يعني انا اقول بس اللوقي والمستفاد ينتخب هذول الحرامية والحرامة مثلهم. نعم. يعني ذولا مللونا طلعونا من طورنا، يعني مو بشرية ذولا. نعم. يعني مو بشرية. نعم. يعني مو بشرية، مو بشرية. انت شايف معاقب 170 الف، معاقب 170 الف دينار. انت واصلتك هاي المعلومة لو ما واصلتك المعاقب 170 الف دينار؟ 170 ألف بالشهر يعني يوميا 6000 دينار 5000 ونص. يعني على المعاملة الوحدة المعقبة بأي دائرة حكومية ياخذ راتب رعاية اجتماعية تعطي الدولة لأي مواطن ملاقي شغل وملاقي أكل وشرب. أستاذ العزيز أنت شنو عبالك يا أهل يجي يروح يصير معقب؟ لو يا أهل يجي يروح يصير مستنساخ؟ لو هاي غيرهم وجماعتهم. نعم. هم جماعتهم اخي العزيز ذولا يعني طلعوها من ما عنا ذولا مو بشر. نعم. يعني من يا ملة انتم بس فهمني انتم من يا ملة؟ انت شنو من بشر؟ انت شنو الله 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 ما ينتقم من عندكم؟ نعم نعم نعم. تحياتي لك. شكرا. تحياتي لك ابو كرار، شكرا جزيلا لك. نطلع من تسجيل المرور للدراجات وعرقلة المواطنين بدوائر الدولة، نروح إلى شوارع العراق خصوصا مدينتنا الحبيبة عاصمة العراق واجهة العراق بغداد. نبدي من مدخلها الشمالي من جهة التاجي. مواطن يوثق الحال المزري اللي عانوا منه عشرات الآلاف من المواطنين
عن دخولهم وخروجهم من العاصمة، يعانون من ازدحامات تمتد إلى عشرات الكيلومترات، يعانون من الأتربة، يعانون من الغبار المنتشر بالهواء، يعانون إضافة معاناة الشارع نفسه وأذيته إلى سياراتهم بسبب عدم وجود إكساء، عدم وجود إسفلت، عدم وجود خدمات، عدم وجود أي شيء حضاري في سنة 2023. تعالوا نشوف. أطالب الحكومة أو السلطة في بغداد أن تستورد أجهزة للقيادة الذاتية تربط ليم صاحب السيارة وبتليفون أو بهاتف الجوال حتى يتمشى، لأنه المشي هنا أفضل من أن يركب السيارة ويروح يقعد لساعات، يتمشى ويوصل للسيطرة وراء يروح لبيتهم مشي ويقعد ويرتاح والسيارة تجي وراء أريح له من هالهم اللي هو قاعد به. هذا مدخل عاصمة بي آر سي مفلش، تبليط ماكو من جهه، شوارع حتى الشارع مو 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 زين، المدخل ما يطبون ويطلعون منه المسؤولين زين. اذا اجى واحد من السياسيين فلنفرض سياسيين عالميين مو العراقيين، رئيس دوله ما، رئيس برلمان ما، مستشار جهه ما، موفد من حكومه او لجنه ما دوليه، وطب من أنا وريد يطلع للشمال، أمين تطلعوا؟ تغمضون عيونه؟ لو تركبوا سيارة مثلاً مظللة، ها السياسيين يركبون هليكوبتر، زين من هليكوبتر ما يشوف؟ ما يشوف هذا النمل مال سيارات ويقولكم يابا هذا شنو، شو تقولوا له؟ هذا شارع صابغي زقوفة مال سيارات؟ من النجف، النجف همين بيها ازدحامات، ازدحامات النجف خانقة، هذا حال شارع، حال شوارع أغلب مدن العراق بسبب القطوعات الكثيرة، بسبب أعمال الصيانة والحفر الخاطئة والمنتشرة بطريقة غير هندسية وطريقة غير مدروسة وعدم وجود خطة للصيانة وأعمال الحفر، بحال يعكس لكم واقع العراق المزري، وخصوصا قضاء البنى التحتية للعراق، وخصوصا بالبنى التحتية قضية الطرق ومشاكل الطرق على المواطنين. تعالوا نشوف. نأسف لإزعاجكم نعمل لخدمتكم، بالعراق ما نأسف لإزعاجكم نعمل لازدحاماتكم، هاي رقم واحد. بلا زحمة السياسيين والمرشحين هنا، هذا الدكتور ما أدري منه وغيره، وهنا أكو صورة وهنا أكو صورة، لما نردت تروح تعلق صورتك بهذا المكان جماعتك قدروا يوصلون لهنا بسهولة، بس المواطن العراقي يريد يروح الشغلة، يريد يروح البيت، يريد يروح الأهل، يريد يروح طبيب، يريد يروح مستشفى، الشارع مقطوع زين. أعمال الحفر والصيانة بكل دول العالم بالليل، هاي رقم واحد. أعمار الحفر والصيانة خصوصا للشوارع الرئيسية يكثفون عدد العمال حتى يشتغلوها بيوم أقصى حد يومين، ما تصير ثلاثة. يقول لك كل ما قصرت المدة كل ما ريحنا المواطن، إلا جماعتنا حط لك الصبة الكونكريتية وانسى. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا
من حسن. معقولة مهندسين وضباط مرور وخبراء ما حد يقدر يحل هاي الأزمة؟ بس الشغلة ما حد يشتغل لله، بالله كلها تدور مصالحها وفائدتها وانطيني حصتي وطب مرض المواطن. قيس إسماعيل التميمي: المعاناة لا تنوصف لعقل الإنسان. الإنسان ماذا تنتظرون من إكماله؟ كملت سنة ولحد الآن الوضع أسوأ من قبل. فلا حسن الشمري: لعد وينها حكومة الخدمات؟ شارع صار لهم سنتين ما كملوه. أبو محمد الناصري: راح تستمر ما دام العملية السياسية أسسها الاحتلال ويديرها أحزاب وميليشيات أصبحوا وزراء ورؤساء، وبعد سنوات سيكون حال العراق الانهيار والفوضى والهرج والمرج. والشمري فلا الشمري يقول: لعد وين حكومة الخدمات؟ لازم نسأل واحد لما طلع وقال إذا ما سويتكم شيء قولوا الله لا يوفقني. أبو حكومة الله لا يوفقني محمد الشيعة السوداني. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. هلا فل. هلا بيك يا الغالي. أنت الأغلى حبيبي. سادة العزيز، دوائر الدولة، أنت من تحكي على دوائر الدولة. هاي مو دوائر دولة. وهسه أنت مع احتراماتي لشخصك ومع احتراماتي لك أنت أخوي العزيز، أنت ما تقول سياسيين، لا ما تقول سياسيين، قول سيئين. هذول جتنا ناس حرامية. انت مني يقول لك والله ماكو مهندسين، ماكو بلا اكو مهندسين، بس المهندسين اللي عليهم الاعتماد ما يريدوهم. المهندسين الكفؤين ماكو، هذول ماكو طلعوا برا، اكثرهم طلعوا برا وخارج. لا صارت تصفية على المهندسين، على المهندسين الزينين وعلى الدكاترة وعلى دكاترة الجامعة، على كلها اساتذة ضباط طيارين. نعم نتذكر عمليات تصفية. الف رحمة على والديك، هاي ما يريدوها. هسه من تجي تقيس انت بدال الدولة، كل مدير دائرة عنده سماسرة بالدائرة، تجي حصة صافي. نعم. أي دائرة إن كانت، من نزاهة، مو يقول لك نزاهة، لا النزاهة يراد لها نزاهة. النزاهة يراد لها نزاهة. المرور مو يقول لك المرور وكذا كذا، لا كلها حرامية. يطلع لك بلتيغة بالمعاملة يقول لك هاي كذا كذا لازم تروح على فلان مكان. يدز لك واحد يقول لك لا أنا أسوي لك إياها بهالقد. زين ليش؟ هذا يدزني المسؤول مالك يدزني مثلا على القمارك. وليش انت تسويها خلينا نقول ب 100,000؟ ليش تسويها برقتين؟ نعم 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 هي صايره. هاي عمي ناس حراميه، جتنا ناس حراميه، ناس دايحه. نعم ناس دايحه. والله القبلك اللي يقول يروح ينتخبهم، والله هذا شريف. بس مع احتراماتي لك اكو كثير ناس طربقت وطبلت ويقول لك سنت اللي خاني ما اروح على الانتخاب، يعني انت رحت على الانتخاب وفوزته وقمت تعال على اصابعك ويجي ابلاغ ويجي، ومن يطلع على القناة ماكو بالدعاية هذول مال هذول المرشحين. نعم. جئنا لخدمتكم وجئنا للبوق، لا تقول جئنا لخدمتكم. خدمت منو اللي ما راح تخدم؟ هو منو راح يشوفك انت؟ هاي مجالس المحافظة، عندك محافظة صلاح الدين كان بالشهر بس الشاي والشكر يصرفوا له بالشهر 25 مليون. نعم. شاي وشكر، لأن هي شاي وكذب، قعدات شاي وكذب. ومع احتراماتي لشخصك انت. نعم. لا. خلي بالعافيه علينا، مقبل عافيه علينا. احنا نقول طاغيه وصدام الشيخ طاغيه، احدى القنوات طلع واحد اتصل عليهم يقول له بزمن الطاغيه كان ينطى السياره ومعوق، ما ادري جريح حرب جريح كذا معوق، اجعل يكون بالتعويق ان شاء الله اكثر من هذا. بزمن الطاغيه ينطى السياره ببلاش، هسه احنا عندنا خضار السياره ما ينطونا اياها بفلوسنا. يعني انت ايش سويت هسه؟ نعم يعني انت هسه مدحت النظام السابق. نعم نعم عمي، هاي ناس ما عاد تفتهمها، ما عاد تفتهم راسها من رجليها. ناس متلونه تركض ورا الدينار، يعني ب 50,000 يبيع صوته. 50,000 يا 50,000 شو راح تطلعك السنه لو طلعك الشهر؟ نعم عايش كذا صوته ب 50,000. نعم يعني هو يظل اربع سنين ايش قد يبوق؟ نعم. شكرا 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 لك ابو عبد الله. ناشط من البصرة يشكو من جشع بعض أصحاب الصيدليات والأخطاء اللي تحدث في صرف العلاج أو الدواء، ويقول أنه بنته كانت أن تفقد بصر أو كادت أن تفقد نظرها وراء وصف علاج خاطئ من أحد الصيدلانيين ليتفادى الأمر بعد مراجعة الطبيب ليكتشف أن العلاج خطأ، وطالب أن يتم وضع رقابة على عمل الصيدلانيين والصيدليات، وأيضا وضع أسعار محددة لسعر الدواء والتأكد من العاملين بها. حياكم الله أعزائي المشاهدين. أرد أسأل على الصيادلة بالبصرة، الصيادلة ما عندهم كبير، إذا ما عندهم كبير هم قلونا حتى نعرف العلينا والمو علينا. أعزائي المشاهدين مثل ما جاي يشوفون هاي الطفلة عيونها ترمت، رحنا لبعض الصيدليات طالنا علاج خطأ،
يعني لو ما الله ستر وانا نبه واخذتها لبعض الاطباء كان عمت لبنية هاي الطفلة. والاخطاء الطبية بالبصرة حدث ولا حرج بدون رقابة ولا متابعة. اليوم الدكتور غير العصارة، يفترض كان عمت البيت. الله وكيلكم ومحمد كفيلكم. طفلة بعمر الورد بالاول ابتدائي، يا اخي انتم مشكلتكم بالصيادله والصيدليات، جاي تحطون متدربين، ما جاي تحطون اختصاص صيادله او طبيب صيدلاني باعتبار الطبيب الصيدلاني راتبه هواي، وانت بالصيدليه تجيب متدرب راتبه 300 او 400 الف، بس الصيادله او الصيدلاني راتبه 700 800 الف. انت عادي ما كم من 200 300 على راتب الصيدلاني. ناس لما سمعت كلام الأخ الناشط علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من أبو علي: الطمع والجشع وحب الدنيا والفلوس عماهم، وغادرت قلوبهم الإنسانية والرحمة لله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. صباح نور الهاشمي: العراق عايش بالقدرة، صارت الصيدليات أكثر من محلات الخضرة، وهسه يلقون الأطباء 50% مو أطباء. علي الرسام: أكو صيدليات مرخصة وتبيع أدوية ما معروفة المنشأ. وشخصية أسطورية يقول: إحنا بمنطقتنا ولد خريج إدارة واقتصاد فتح صيدلية وقام يبيع علاجات وأدوية ومشت الأمور عنده طبيعي وماكو لا عسيب ولا رقيب. زين إدارة واقتصاد العلاج شلون يحسبه؟ بالشدة رياضيات ارتفاع وما أعرف شنو وغيرها الأمور، شلون علاج اقتصاد يفتح صيدلية؟ بس هذا حال العراق. وصلنا النداء عبر نافذة أنت ترى اللي وجدتها قناة الرافدين لنشر معاناة أهلنا بعراقنا الحبيب من شماله إلى جنوبه. اليوم نروح 40 كيلومتر جنوب عاصمة الرشيد بغداد، تحديدا بابل، أكثر دقة قضاء المسيب. نتعمق أكثر به نروح إلى ناحية الإسكندرية، تحديدا بناحية الإسكندرية هنا عندنا حي الإسكان. اليوم هذا الحي يعاني، ما يعاني نتيجة التبليط، الغلط لشارع رئيسي بالحي. يعني هم بدل ما يفرحون بي، لا هسه الشارع هو عبارة عن نقمة على قلوبهم. الموضوع ما بي، الأهالي ينادون ويستغيثون ويحذرون نتيجة تخسف الشارع ويخافون لا يسوي لهم مصيبة بأحد. والطامة الأكبر هو نضوح مياه الصرف الصحي، عذرا المجاري من أسفل الشارع، وتخيلوا الروائح والمنظر والحشرات وشنو مستقبل هيك منطقة من أمراض ومشاكل صحية كانت تنفسية وجلدية وغيرها من الأوبئة. خلونا نسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي المي طبعا مال مجاري اللي جوا التبليط من طول عام وخسف الشارع وقام يطلع المي هذا. شوفوا المسافة شو طوله في منطقة الإسكان ناحية السنه في محط بابل. هذا المي باعوا مسافة يعني مبلغينهم، بس ما أدري ما أعرف. يقول 50 مرة رحنا لهم قلنا لهم يا بتراجع وشي، هذا البوري الأسبست الرئيسي مال مجاري ده يطلع من جوا التبليط. هذا وين السلام عليكم استاذ. سلام. شنو هذا المشكله هاي هنا؟ والله هذا استاذ جبار، هذا قبل لا يبلطوا طق. نعم. وسابقا هم حفروا وسووا، هم ما صارت له شاره من بلطوا عليه. يعني ما عالجو قبل ما يبلطوا؟ عالجو بس عالجو ترقيع قصدك، ما بدلوا البوري. نعم. رحت للجنة أكثر من مرة يعني بلغتهم بالقاقة وتخسف بينا. نعم. يعني لا طفل نخليه يطلع والمي قاعد يطبلنا للبيت. يعني سريد لنا صورة تحلله، مو يردون عندنا انتخابات، يردون عندنا. بس أنا أشوف القاعد طبعا نازل، يعني التبليط نازل نازل لا يخسف نطلعها لا يخسف، والمي يطبلنا البيت لا جاهل يطلع. نعم. المي هسه شوفه بالحديقة طبلنا، يعني رحت أكثر من مرة للجنة. مي مجاري هذا؟ مي مجاري. مي مجاري. نعم. دمرنا دمر. الفيديو هذا ما يحتاج أشرح عنه كل شيء، فتخيل الحال بالعراق شلون يكون. 7 كانون أول من عام 2019، هذا اليوم المشؤوم في ذاكرة الكثير من العوائل العراقية لكونه شهد أعمال قتل ممنهجة استهدفت المتظاهرين العراقيين في العاصمة العراقية بغداد، راح ضحيتها تقريبا 23 شهيد وأكثر من 123 جريح، وجرت عمليات عقب أسبوع من مجزرة الناصرية وحرق القنصلية الإيرانية في النجف في ذكرى مجزرة السنك والخلاني. قسم التواصل الاجتماعي سوى لنا هذا الانفوغرافيك.
وعالم مدنيين راجله بدون سيارات، حرقوا الجراج هناك الفادرات وفي كمان، وبدا الرن يعني من الساعه 9 لحد الساعه 7 وصارت هنا مجزره. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. هذا كله من أجل تحالفاتهم وكتلهم، تحالف نبني لبناء قصورهم الكبيرة، دولة القانون من أجل دولة بلا قانون، تحالف الحكمة في تبرير سرقاتنا والتقدم من أجل الاستحصال مليون أكثر من الدنانير العراقية. هذا هو حال العراق. نلتقيكم على خير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى يوم الجمعة. في أمان الله.